ألم يحن الوقت أنه اتحاد الشركة تقوده امرأة؟ هذا مع الصيرورة. هذه مسألة ديال أن تقوده امرأة، راه النساء الاتحاد الشركي كان أول حزب من أخ عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه في حكومة التنوب اللي دار 20% في الكوطة النسائية، لأن حنا منخرطين في المنظمة العالمية يعني الاشتراكية، هذه كيقول لنا حنا كاتحاديين داخل بلادنا أننا نفتحوا المجال للنساء وإدماج النساء والمشاركة وتوسيع المشاركة السياسية. غير هذا التوسيع ما كيجيش دان سلكو، ما كيجيش دان سلكو. حنا تنعرفوا بأن الحركية السياسية والاجتماعية في المغرب هي حركية بطيئة نوعا ما، وبالتالي أن داخل يتفرز مناضلة داخل اتحاد قادة، ماشي مناضلة اللي جات بواحد إسقاط، تم إسقاطها داخل التنظيم، تم إسقاطها داخل التنظيم في غفلة من المناضلات والمناضلين وبواحد سميتو، لا، مناضلة اللي كتشوف في راسها يعني أنها لديها يمكن أن المرجية تقدم. أنا عندي كل المؤهلات، من 84 في الاتحاد الاشتراكي، 84 ما صار الحمد لله متدرج، يعني متدرج، كنت مسؤولة نقابية في السيدتي، مؤسسة ديال الاف دي تي، إطار أستاذة، إطار عالي، كنت في مجلس عالي. إذن فهذا كيأهل، ولكن هذا تيبقى رهين يعني بالدينامية الداخلية، وبالتالي أنه لأن المسؤولية ديال كتابة أولى ليست عملية سهلة، وفي الاتحاد الاشتراكي ماشي سهلة، لأن أنت ما جالش مع أشبه مناضلات ومناضلين، ما جالش مع ناس، أنت جالس مع أطر مناضلة حقيقية، القليل فيها عنده 20 عام، شباب دابا راه عندهم 20 عام، اللي بداوا راه عندهم 20 عام، عاد اللي جاي عنده 15، عنده 20، عنده. إذن هذه واحد الصيرورة، واحد الدينامية اللي ماشي سهلة، واللي غادي يكون كاتب أول ولا كاتبة أولى خصو يحظى بالمصداقية، وخصو يحظى بالنضالية، وخصو يحظى بالشرعية النضالية أولا، وخصو يكون عنده الانتماء، هو انتماء حقيقي للحزب ولتاريخه والمرجعيته. اللي ما عرفش مرجعية الحزب وتاريخ الحزب ما بقاش يتزايد عليا أنا، غير كيسمع، داير غير السمع، كيسمع وكينقل من هنا ويجي أنا يخطب عليا. نو، الانتماء هو عملية ديال الحياة يومية فيها عمر، كتعطي عمرك على حساب ولادك، على حساب أسرتك، على حساب للوزير ديالك، على حساب، لأن عندك الفكرة الاتحادية، أنت بحالك التماهي، كالتمام، بحال شي صوفي، الاتحاد الشركي بحال شي صوفي، راه كاين اللي كيمشي يخرج من الاتحاد، خارج ما بقاش في التنظيم، ولكن راه الشوكة ديال الاتحاد بقى عنده، بقى عنده في الدم ديالو، هي كتهضر معاك كتعرفوا الاتحادي، واخا هو ما بقاش على المستوى التنظيمي، عنده بطاقة العضوية، ولكن اتحادي كتلقاه في تواصلنا في الانتخابات، ملي كانوا نهبطوا عند الناس وكنتواصلوا معاهم وكندوي، تيقول لك انا اتحادي، مول الطاكسي كتركب معاه تيقول لك انا اتحادي، وبا كان اتحادي، وجدي اتحادي، وجده وكذا 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 وكذا، وهذا كيقول، تتقول واه، اذا هذا اتحاد راه ارث مشترك، هذا جزء من تاريخ المغرب ما قبل الاستقلال من بعد الاستقلال. إذا هذا ماشي حزب عادي اللي ممكن تحط فيه أي واحد وتباراشوتي فيه أي واحد، هذا حزب خصو يعيش، اللي باغي يكون في الاتحاد يعيش من الداخل في المعارك ديال الاتحاد، كيف ما كانت طبيعة هذه المعارك من أصغرها إلى أكبرها، هذا هو اللي تيكون إفراز ديال اللي ولد الاتحاد وبنت الاتحاد، راه ولد الاتحاد بنت الاتحاد.